هل معانا سيادة الوزير؟ طيب الدكتور مصطفى مدبولي وزير السكان ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية. سيادة الوزير مساء الخير. اهلا مساء الخير. يعني مونوريل يا فندم ده حلم، يعني احنا مش عارفين نمشي القطارات على الارض، هنمشيهم في معلقينهم، ده حلم يعني. لا يا فندم مش حلم، احنا اتاخرنا قوي في السريع دي يعني، ولازم نبدا فيها النهارده، لان لو كنا بدانا فيها من بدري كانت تكلفتها علينا كانت هتبقى اقل كتير، وكانت هتحل لنا مشاكل كتير جدا من المشاكل المروريه اللي احنا بنعاني منها النهارده في القاهره. طيب كيف تم اختيار التحالف وتم توقيع العقد بالفعل؟ وقول لنا التفاصيل. لا هو لسه ما تمش توقيع العقد حضرتك، انما الحقيقه التحالف هو يعني، وده يمكن احنا بنشجع الموضوع ده، ان يبقى فيه مشاركه ما بين شركات مصريه وشركات اجنبيه عشان ننقل الخبره الاجنبيه لشركاتنا، عشان هي اللي بعد كده يبقى عندها هذه الخبره. الحقيقه كانت مبادره من الحقيقه الخبير العالمي المصري طبعا المهندس هاني عازر، طبعا حضرتك عارفه يعني هو راجل عضو في المجلس التشاري الرئاسي ومستشار السيد رئيس مجلس الوزراء لمشروعات النقل، وهو الحقيقه يمكن يعني كان بيشارك معنا نفس الفكره، ويعني الحقيقه كان هو اللي بيتبنى هذا الموضوع معانا، وتم تشكيل هذا الكونسورتيوم من شركه بومباردير، دي شركه كنديه كبيره جدا منفذه نفس المشروع ده بالظبط في اكثر من 18 دوله، يمكن منهم في المنطقه هنا السعوديه حاليا بتنفذ فيها مشروع ضخم جدا لهذا الموضوع، وكل يعني دول امريكا اللاتينيه، بانه هيبقى الشركه دي هي الشركه الاجنبيه ومعاها من الشركات المصريه يعني شركتين مصريتين المقاولين العرب واوراسكوم للانشاء. بالظبط يا فندم. طيب بالزبط. التمويل يا سياده الوزير بقى، وده اهم جزء. التمويل الحقيقه هو كله، وده كانت اهم حاجه يعني جزء حاكم، ان التمويل كله هيبقى من الخارج، ما نحملش موازنه الدوله اي اعباء، بحيث ان هو يبقى في صوره قرض بناخده بيتم سداده على 14 سنه، وده يمكن برضو عشان اقول لحضرتك احنا بنبص له ان هذا المشروع طبعا في حد ذاته بيخدم مدينتين الشيخ زايد و6 اكتوبر، وبالتالي انا كهيئه مجتمعات عمرانيه جديده اللي هي يعني بتتبع الوزاره مهتميه جدا بهذا المشروع، لانه اولا بيحل مشاكل الاتصاليه ما بين المدن دي والقاهره والجيزه، وفي نفس الوقت يعني خليني ابص لحضرتك برضو يعني بنظره اقتصاديه، ده بيرفع من قيمه المدينتين طبعا، ده بالتاكيد لما بيتنفذ مشروع زي ده، انا حتى قيمه الاراضي بتاعتي وقيمه الاصول بتاعتي بتزيد، وبالتالي اقدر ان انا ارد هذا القرض على المدى الزمني ده اللي موجود. يعني هناخد منين القرض ده؟ مليار ونص دولار هناخده؟ القرض ده يا فندم ده من بنوك خارجيه الحقيقه، ودي نقطة مهمة جدا، ان يعني الحقيقة كان المجموعة الأجنبية دي أو الشركة الأجنبية الكندية هي سعت لهذا الموضوع، ويعني الحقيقة جايبة يعني شروط تعتبر مناسبة، ولكن لسه طبعا هنتفاوض ان احنا ناخد شروط أفضل، يعني نحاول نقلل شوية سعر الفايدة، الحاجات دي كلها دي ان شاء الله هندخل فيها في خلال المرحلة الجاية في التفاوض يعني عشان نوصل لهذا الموضوع. هيبدأ امتى يا فندم؟ انا خليني اقول لحضرتك احنا يمكن ده اللي اتعرض يعني الحقيقه كنا بنناقشه امبارح، ان شاء الله تبقى بدايه التنفيذ على بدايه العام، يعني على اول 2016 ان شاء الله، بحيث انه نحاول بقدر الامكان، يمكن يعني هم كانوا طرحين مدى زمني معين حوالي 3 سنين تنفيذ، انا طلبت ان احنا نضغط هذه المده باقصى قدر ممكن، بحيث يعني لا تتجاوز السنه ونص او السنتين للتنفيذ ان شاء الله، وتعمل على مراحل كمان يعني، وده هيتعمل على مراحل طبعا. المرحلة الأولى يعني لوحدها يمكن حوالي 28 كيلو، وده يعني طول طبعا كبير جدا. هي الفكرة كلها عشان برضو حضرتك تبقي عارفة ان احنا بنتكلم ان هو بنربط الشيخ زايد واكتوبر مع القاهرة والجيزة مع بعض من خلال مشروعات اللي بتتنفذ النهاردة، سواء محور رود الفرج وده معمول في التصميم بتاعه مكان للمونوريل انه يمشي عليه، وايضا ان احنا نربطه مع مترو الانفاق اللي المفروض برضه هيتنفذ، وزاره النقل هتبدا انها تنفذه، وهيبقى اخره برضه عند 6 اكتوبر. طيب بحيث يبقى بنربط المشروع ده كله بالكامل مع شبكه المترو والنقل السريع جوه القاهره. سياده الوزير ايه اخبار العاصمه الجديده؟ تطورات المشروع ايه؟ بصي حضرتك احنا دلوقتي حاليا بننفذ او يعني شروعنا فعلا في اعداد التصميمات والحاجات التنفيذيه للبنيه الاساسيه،
يعني خلينا اقول لحضرتك احنا بدأنا دلوقتي تصميمات شبكة المية اللي هتوصل للموقع، شبكة الصرف الصحي ايضا اللي هتوصل للموقع، قوات مسلحة حاليا بتضع التصميمات وهتبدأ تنفيذ محاور الطرق الرئيسية اللي بتربط العاصمة مع القاهرة الجديدة. حاليا طبعا لسه برضو في احنا شغالين في موضوع التفاوض فيما يخص العقد الـ مع الشركة الـ الإماراتية، ودي طبعا عملية يعني بتبقى برضو بتاخد وقت شوية، لانها طبعا حضرتك عارفة الحاجات القانونية والإجرائية دي بتبقى محتاجة نوع من يعني التأني، لان هدفنا ان احنا نحقق افضل مصلحة للبلد. يعني حصة الحكومة المصرية هتكون كام في المشروع ده يا فندم؟ احنا كان في مذكرة التفاهم حضرتك اللي محطوط هو 24%. 24%. متوقعين نوقع العقد امتى؟ حضرتك احنا لسه طبعا في مرحلة التفاوض يعني، وربنا يكرم ان شاء الله يعني ربنا يسهل باذن الله في خلال اقرب فرصة يعني. طيب ارابتك الوضع ايه بالنسبة لمشروع المليون وحدة سكنية، اخر التطورات وحصة الحكومة المصرية ايضا؟ حضرتك احنا طبعا ارابتك برضو كنا يعني في المؤتمر، كنا وصلنا لاتفاق نهائي في مؤتمر شرم الشيخ، واحنا برضو حاطين مدى زمني كان بعد المؤتمر حوالي شهرين ونص بالكثير نوقع العقد وان نبدا تنفيذ المشروع فورا، وده يمكن احنا ماشيين فيه برضو بخطوات، وخدنا عليه موافقه مجلس الوزراء بالترمز الجديده، وبالتالي احنا ده ماشيين فيه ان شاء الله ربنا يكرم نقدر. بس احنا قربنا من المؤتمر الاقتصادي، قربنا شهرين يعني خلاص. ما انا بقول لحضرتك يعني ان شاء الله احنا دلوقتي على فكره احنا يعني حطينا صيغه العقد وبنخلص يعني الاجراءات ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سيد وزير الاسكان والمجتمعات العمرانيه.